الآن التطبيق الثاني اللي هو أوجب حجب الجسم المولد من دوران المنطقة المحاطة بالمنحنى صاد يساوي س تكعيب والمستقيمات سواء مستقيمين أو ثلاث عندما تدور دورة كاملة حول محور الصدى. زي ما حكينا قلنا أول حاجة نحدد النقاط اللي بدنا نكامل عليها والنقاط ورسمة الاقتران. إحنا صاد تكعيب أو عفوا صاد تساوي س تكعيب هي رسمتها بهذا الرسم، صاد تساوي س تكعيب. والمستقيمات من عند الصفر للواحد، يعني أنا عندي هذه صاد تساوي واحد دورة كاملة. يعني أنا بحكي عن المنطقة هذه المحصورة بين س صفر، أي س صفر هذا خط س صفر، وهي المنحنى صاد يساوي واحد، وهذا المنحنى الثاني. في هذه المنطقة بدي إياها تدور حول محور الصادات. قلنا نكتب قاعدة محور الصادات، ح تساوي باي التكامل. ها لاحظ أنا كتاب التام من صاد تساوي ألف إلى صاد تساوي باء، عشان نعرف إن إحنا بادئين من عند صفر إلى واحد. اللي هي هنا إيش بدنا نكتب؟ بدنا نكتب قاف للصاد. لاحظوا لازم نحول الاقتران تربيع دال صاد. أول حاجة لازم نحول هذا الاقتران لحد أنا عرفت ألف من وين لوين. إذا باجي أنا صاد تساوي سين تكعيب، هذه قاف للسين، أنا بدي أحولها قاف للصاد، إذا صاد قوة ثلث تساوي سين. إذا تحولت الحين قاف للسين، عفوا قاف للصاد هي صاد قوة ثلث. هاي هذا التحويل. نيجي بنكتبها بتصير ح تساوي باي التكامل من صاد، احنا ماشيين بهذا الاتجاه. أول نقطة عندي أنا بادئ الصفر، النقطة الثانية واحد، قاف للصاد اللي حولناها اللي هي الصاد قوة ثلث، الكل قوة تربيع دال صاد. ما علينا، انا نضرب هذول ونحطهم في آلة الحاسبة، راح تطول معكم لان هذا اقتران كسري. فبطلع عندي باي التكامل من صفر الى واحد صاد قوة اثنين على ثلاث دال صاد. فاحنا الحين نكمل باي خليها برا، صاد نزيدها واحد زي ما حكينا، يعني اثنين على ثلاثة زائد واحد راح يكون عندي خمسة على ثلاث، فانا في ثلاثة على خمسة من صفر الى واحد. طبعا مبين ان من التعويض لانه هذه صفر راح تروح صفر والواحد راح يظل واحد، اذا ثلاثة على خمسة باي.